حلم فلاديمير بيتكوفيتش لحل أزمة حراسة مرمى منتخب الجزائر بدأ يتحقق. تراجع مستوى أنتوني ماندريا جعل المدرب السويسري في حيرة لعلاج هذه المشكلة. 8 أهداف في 8 مباريات ظاهرة جديدة على مرمى محاربي الصحراء. هل تكون عودة أوكيجا هي الحل؟ أزمة حراسة المرمى في منتخب الجزائر تمثل حالة أرق لصالح السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمحاربي الصحراء بعد تراجع مستوى أنتوني ماندريا حارس المرمى. المنتخب الجزائري خلال أول 4 مباريات خاضها تحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الذي حل مكان جمال بالماضي تلقى 8 أهداف في 4 مباريات خلال المعسكرين الماضيين في مارس الماضي ويونيو الحالي. خلال معسكر مارس الماضي تلقت شباك الخضر 4 أهداف في 2 مباراتين وديتين أمام منتخبي بوليفيا وجنوب إفريقيا. وخلال معسكر يونيو الحالي تلقى محاربو الصحراء 4 أهداف في 2 مباراتي غينيا وأوغندا بتصفية كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك. المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش كان يرغب في عودة الحارس ألكساندر أوكيجا من الاعتزال الدولي كأحد أبرز الحلول أمامه لعلاج أزمة حراسة مرمى المنتخب الجزائري في الفترة المقبلة قبل المعسكر القادم في شهر سبتمبر المقبل. ألكساندر أوكيجا بعث رسالة إلى سويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر في ظل أزمة حراسة المرمى التي يعاني منها الخضر وتمثل رسالة سعيدة للمدرب السويسري. أوكيجا حارس مرمى فريق ميدز الفرنسي كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا في شهر يونيو 2023 بعد أن عجز عن فرض نفسه أساسيا مع المدرب السابق جمال بالماضي. ألكساندر أوكيجا وجه رسالة في فيديو رفقة أحد محبي منتخب الجزائر معلناً رغبته في العودة لصفوف محاربي الصحراء قائلاً: لو يقوم بيتكوفيتش باستدعائي سأعود. الحارس البالغ من العمر 36 عاماً وجه انتقادات واضحة للمدرب السابق جمال بالماضي عندما ربط عودته برحيل هذا الأخير، وهو ما يوضح أن العلاقة بينهما لم تكن جيدة تماماً. أوكيجا لم يلعب تحت قيادة جمال بالماضي سوى في 6 مباريات فقط جميعها ودية، وهو ما دفعه للاعتزال الدولي في يونيو الماضي 2023. وكونه لم يتقبل فكرة البقاء بديلاً مع محاربي الصحراء رغم تألقه المتكرر مع فريقه الفرنسي ميتز. في حالة عودة ألكساندر أوكيجا لحراسة مرمى الخضر في الفترة القادمة بدلاً من أنتوني ماندريا، فإنه سيخلص المدرب فلاديمير بيتكوفيتش من مشكلة حراسة مرمى محاربي الصحراء التي ظهرت بصورة واضحة في توقف أجندة يونيو الحالي. الحارس الأساسي لمنتخب الجزائر أنتوني ماندريا لا يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ويتلقى أهدافاً بطريقة جعلته في مرمى الانتقادات من طرف المحللين والجماهير الجزائرية التي طالبت بوضعه على دكة البدلاء وعودة ألكساندر أوكيجا. وسيعود منتخب الجزائر مرة أخرى للمعسكر في شهر سبتمبر المقبل لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في الأراضي المغربية.